صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأصدر قانونين رقم 4 و5 ومرسوم رقم 11 لسنة 2018. فقد صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 4 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. كما صادق جلالته وأصدر قانون رقم 5 لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. وقد أصدر جلالته مرسوم رقم 11 لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني.